معي على الهاتف سيد وزير النقل دكتور جلال السعيد. بعتذر يا دكتور على الإطالة وإن أنا أبقيت حضرتك على الهاتف مدة طويلة. اهلا اهلا استاذه نبيل، اهلا بيك وكل اهلا بيك يا دكتور الكرام. يعني لو تقولوا لي، لو تشرح لنا وتشرح للناس ماذا تم مناقشته فيما يخص النقل النهارده في المجموعه الاقتصاديه. هو النهارده كان في موضوعين اعتقد ان هم مهمين جدا لوزاره النقل في المجموعه الاقتصاديه، واحنا بقالنا مده كنا بنجهز فيهم. يعني الموضوع الاولاني كنا بنتكلم على عمليه على مشروع ضخم جدا في ميناء الإسكندرية، مؤداه محطة تداول بضائع ومحطة حاويات باستثمارات تصل إلى 800 مليون جنيه، استثمار مباشر من أحد كبريات الشركات الصينية التي سوف تقوم بإنشاء هذه المحطة على مساحة 500 ألف متر مربع في ميناء الإسكندرية. وبالإضافة طبعا نفس الشركة دي يعني بتمول هذا المشروع بتمويل حكومي صيني، بالإضافة إلى تمويل إضافي من الشركة نفسها. والمشروع ده أول ما ينتهي هيصبح ملكية كاملة لميناء الإسكندرية، والشركة هتاخد عوائدها من عوائد تشغيل المحطة اللي هي بالعملة الصعبة طبيعي بحكم ما يحدث في المواني المصريه. فده مشروع ضخم كبير هيسهم في تنميه ميناء الاسكندريه وزياده طاقه التداول فيه بحوالي 12 مليون طن اضافي في السنه، يصل لحوالي 75 مليون طن طاقه تداول في ميناء الاسكندريه. فده كان احد المشروعات، وده مشروع ده استثمار مباشر قادم الى الدوله. ده مهم جدا، او يعني انا اول ما اسمع استثمار مباشر ببقى سعيده. بالظبط كده. وبعدين الحاجه الثانيه، القضيه الثانيه اللي احنا عشناها النهارده هي شراء وتوريد عربيات سكك حديديه للدرجه الثالثه، هنجيب 700 عربيه ايضا بتمويل حكومي، تمويل بقرض حكومي، وان شاء الله باذن الله يمكن خلال اقل من 12 شهر من دلوقتي يبدا التوريد ان شاء الله باذن الله. وده يعمل نقله نوعيه كبيره جدا. طبعا الناس بتشتكي من نوعيه عربيات الدرجه الثانيه والدرجه الثالثه، ودي ما حصلش فيها اي تطور. يعني ده مهم قوي للناس انك تقول لهم ان العربيات الدرجه الثالثه هيتم فيها التطوير، لانه ده مهم للناس الحقيقه انهم يسمعوا. ده عربيات جديده، احنا بنتكلم على عربيات، العربيه هتتكلف حوالي 10 مليون جنيه. الناس بقى تحافظ عليها يا دكتور، بقى الناس تحافظ عليها يا ريت. بالظبط كده. فدي دول الخبرين الكويسين اللي انا يعني جات لي فرصه بقى ما دام ستك طلبتيني. ده انا ابقى سعيده ان انا حضرتك تقول لنا الاخبار الكويسه دي. سؤالي بقى يا دكتور، النهارده بصراحه يعني يوم حر، لكن الناس تعبت قوي في المترو وتعبت في القطارات الحقيقه لانها طبعا غير مكيفه. امتى يعني هتبقى كل الحاجات دي مكيفه، لان واضح ان جونا اتغير؟ لا بص سيادتك، هو طبعا زي ما احمد قال لسيادتك من شويه وانا سمعته، انه احنا في عندنا طبعا بعض الخطوط مكيفه بالكامل من الاول. يعني خطوط الخط الثالث مكيفه، معظم عربيات الخط الثاني مكيفه، الخط الاول احنا تقريبا دلوقتي استبدلنا العربيات نصها اصبح مكيف الان، واحنا في سبيلنا للاستعواض واخراج العربيات القديمه من الخدمه وادخال عربيات جديده. وبرضه دي مكلفه حتى اكتر بقى من عربيات السكك الحديديه، لكن انا اعتقد المترو النهارده كان ارحم من اماكن كتيره في القاهره. في الشمس طبعا، مصر كلها كانت حر النهارده بصراحه. يعني صحيح. بشكرك دكتور جلال السعيد وزير النقل.